أو سياسي عابر هنا أو هناك عندما يحكم على الشرف العربي بالموت، إنما يحكم على نفسه بالموت. نحن لا نخضع لأي ابتزاز ولا نخضع لأي تقييم. من قال أننا كنا ننتظر حكماً أو قراراً من محكمة هنا أو هناك؟ ليبحث هذا القاضي وليبحث هذا المدعي وليبحث هذا الإعلامي الذي غذاه بالسم، وليبحث هذا السياسي الذي ذبح شعبه قبل أن يذبح فلسطين. من الذي كان ينتظر منه أن يحكم علينا؟ وهل كنا نحن تحت رحمته ومن رعاياه حتى يتقدم إلينا ليحكم علينا؟ إنما الذي يحكم على حماس يحكم على نفسه بالفناء. نحن لا نهتز، لا يهتز منا شعرة في رأس طفل فلسطيني قاوم القصف وبقي حيا بين أجداث زملائه وأقرانه وإخوانه على أرض غزة. طائرات العدو الصهيوني التي قصفتنا 50 يوما لم تأخذ منا أي استسلام، لم تأخذ منا أي شعور بالألم. من قال أن تهديدات هذا الموتور، تهديدات هذا النظام الفاشل في شعبه يمكن أن تخيفنا؟ نحن لا نخاف، الشعب الفلسطيني لا خاف. الشعب الفلسطيني لم يتعود أبداً على أن يصبر أو يصمد على ذل، لم يتعود أبداً أن يصبر على إهانة أو ذل أو يصبر على اعتداء هنا أو هناك. من تمتد يده لتعتدي على شعبنا، على أطفالنا، سيعود خاسراً بإذن الله، سيعود خاسراً في شعبه أولاً ثم في شعبنا ثم في الأمة العربية والإسلامية. غزة ليس درنا وليست ليبيا، قتل الأطفال هناك ليس كقتل الأطفال هنا.